طلب من أحد الحضور يقول أرجو من الدكتور إلقاء قصيدة من مقوله. هذا طلب من أحد الحضور. ما أدري ما قصائد كثيرة من قصائد، لكن عندي قصيدة حلوة كثيرة. كان أول قصيدة ألقيها أمام الجمهور كانت سنة 1991 يعني في معهد الشباب، ولذلك كانت هي بعنوان إلى شباب تشافى. أقول فيها: شباب تشاد هيا للمعالي، وجدوا مخلصين بلا كلالي، وبوصوا البحر في طلب اللآلي، فمن طلب العلا سهر الليالي. تشاد تشاد تريد منا أن نكون حماة لن نخاف ولن نلينا، هداة ننطق الحق المبين، نشيد المجد فوق ذرى الجبال. فهيا نحو ميدان العلوم، فنأخذ من جديد أو قديم، لنجلو ظلمة الليل البهيم، وننقض كل فكر للضلال. فإن العلم في الدنيا سلاح، إذا هم العداة بنا وصاح، نصون به عرينا لا يباح، به نرقى إلى أوج الكمال. من القاضي بشرع الله فينا، يعيد الحق للمستضعفين، ويردع بالحدود المجرمين، ويحيي ذكر فاروق ببالي. من المفتي لحل المعضلات، يبين في القضايا المشكلات، وما رأي الشريعة في الحياة، وهل ذا في الحرام أو الحلال. من الطب الذي يأتي يداوي، إذا الأدواء هاجت بالبلاوي، يضمد جرح من للقبر هاوي، بآلام بأنات طوالي. نريد مهندسا يبني القبابا، يشيد منازلا تسمو السحابا، فإن بلادنا كانت رحابا، تؤمل عزم أبناء رجال. فهذه بعض أنواع السباق، لمن رام التنافس يا رفاقي، فقد فتح المجال لكل راقي، يساهم في النهوض بلا اتكال. علينا معشر الشبان حتم، بناء بلادنا بالعلم تسمو، فإن تشاد قد صاحت هلموا، أعيدوا ما مضى من حسن حالي. إذ الإسلام يخفق في سمائي، ونور العلم يشرق من بنائي، وأبنائي جميعا في ولائي، فلا حرب ولا قتل الأهالي. سنفخر عند كل الناس جمعا، بحق ليس بهتانا وبدعا، بأننا قد دخلنا الدين طوعا، ولم نسلم بغزو أو قتال. وقفنا ضد أطماع الغزاة، ولم نقبل بذل في الحياة، وجدنا بالنفوس الغاليات، فللأوطان يرخص كل غالي. وأجداد لنا كرهوا القيود، ولم يقعوا لمخلوق سجودا، إذا ما استوطبوا لبسوا الحديد، شعارهم أموت ولا أبالي. فلسنا منهم إن لم نصنها، جميعا بالسلاح نذب عنها، ولا نرضى انتقاص الشبر منها، فما رضي النقيصة ذو كمال. وما في غير وحدتنا سبيل، لإنهاض به يجفى الغليل، فإن تفرق الأهواء يقول، به الأوطان تمنى بالهزال، تمنى بالهزال.